ونعود مشاهدينا لمتابعة مشاهد تأتينا مباشرة لحريق شب في مخيم للاجئين الروهينجا في منطقة كوكس بازار جنوب شرق بنغلاديش. ونتابع إذن هذه الصور المباشرة من بنغلاديش، حيث لجأ نحو 740 ألفا من الروهينجا إليها هربا من حملة عسكرية ضدهم في ميانمار عام 2017، لينضموا إلى أكثر من 200 ألف من الروهينجا كانوا موجودين سابقا في مخيمات بكوكس بازار جنوب شرق بنغلاديش. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سليم الأركاني، وهو ناشط روهينجي. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. أهلا بك. هل تمت السيطرة على الحريق؟ هل يعني تم إحصاء حصيلة لما جرى وما هي أسبابه؟ نعم، كنت على اتصال قبل قليل مع النشطاء الموجودين في المخيمات. تم السيطرة على الحرائق، ولكن الحصيلة الأولية الآن احترق أكثر من 2000 مسكن أو ما نسميه كوخ. طبعا الأسباب إلى الآن غير واضحة، لكن المتابعين يعني لوضع المخيمات يعرفون ان المخيمات تفتقد لادنى يعني مقومات السلامه اصلا، يعني هي حتى لا تسمى بيوت، عباره عن اكواخ من البلاستيك، بالتالي هي قابله للاشتعال والانتشار يعني بشكل سريع جدا. فالى الان الاسباب غير واضحه لكن هي مفهومه، يعني هذه ليست المره الاولى. تماما، يعني هي ليست المرة الأولى باتت تتكرر هذه الحوادث، حوادث الحرائق، وتحصد للأسف يعني عدد كبير من الضحايا، عدد كبير من المساكن. وبالتالي يعني كيف تقيم الاستجابة لتأهيل هذه المخيمات بما يمنع تكرار حدوث الحرائق؟ والله طبعا نحن ندعو المنظمات والدول أولا لمساعدة دولة بنغلاديش. هي استضافت مشكورة يعني هذا العدد الضخم. أنا فقط أصحح لك المعلومة، العدد الآن في المخيمات وصل إلى 1,300,000 حسب آخر الإحصائيات. هذا العدد الضخم في مكان ضيق جدا، ويعني المكان أيضا شبه مسور، يعني الدخول والخروج أيضا مقيد. يعني هذا المكان أصلا كان غير قابل للعيش الآدمي، كانت عبارة عن غابات، فجأة تحول إلى يعني مساكن لأكثر من مليون شخص. فالمخيمات تفتقد للبنية التحتية، تفتقد لكل شيء، لكل شيء. بالتالي المخيمات بحاجة ل يعني إعادة بناء، بحاجة لوضع أنظمة يعني سلامة يعني تقاوم الحرائق. يعني نحن يعني هذه الأحداث تتكرر صراحة، يعني نحن ننتظر كل أي خبر مفجع يعني في أي وقت من المخيمات للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف سليم الأركاني الناشط الروهينجي.